معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من لندن الكاتب والباحث السياسي سيد محمد جماح. مرحبا بك يا أستاذ محمد. كيف تقرأ إذن المشهد اليمني بعد تبادل الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي قوائم الأسرى في اجتماع عمان اليوم؟ سيد محمد جماح تسمعنا؟ نعم. سمعت السؤال؟ كيف تقرأ المشهد اليمني بعد تبادل الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي قوام الأسرى في اجتماع عمان اليوم؟ طبعا هو ما جرى اليوم في عمان يعني يعد يعني استكمالا لما كان في ستوكهولم. ستوكهولم يعني قدمت الحكومة اليمنية عددا من الأسماء والحوثيون كذلك مئات أو آلاف الأسرى والمعتقلين، لكن هناك بعض الإشكالات ضمن هذه القوائم. يعني ما حصل اليوم ليس بالأمر الكبير، هو تبادل لقوائم الأسرى والمعتقلين بين الحكومة والحوثيين. والإشكال الموجود أن الحوثيين وضعوا ضمن قوائمهم للأسرى والمعتقلين آلاف القتلى الذين قتلوا من صفوفهم من أجل إيجاد نوع من العرقلة. ولك أن تبعث القتيل إذا قتل في حرب، وإلا فأنت لم تفد الاتفاق، هكذا هم يفكرون من أجل عرقلة الاتفاق حسب الاتهامات الحكومية. لكن بالمقابل الحوثيون الذين لديهم ليسوا أسرى، هذا يجب أن يكون واضحا للمشاهد العربي. معظم الذين في سجون الحوثيين هم مختطفون، تجري عليهم الصفة القانونية المختطف، المختطف قسرا وجبرا. هؤلاء خطفوا من أعمالهم وهم مدنيون، من الشوارع، من الأسواق، من الأماكن العامة، وضعوهم في السجون بتهمة أو بأخرى، وبالتالي هم ليسوا أسرى حرب. هل نوقش هذا في اجتماع عمان يعني بحسب اطلاعك؟ طبعا هذه النقاشات نوقشت قبل عمان، السويد، في ستوكهولم نفسها، عندما تقدم الحوثيون بقائمة كبيرة تصل إلى أكثر من 7000 أسير ومعتقل منهم لدى الحكومة. قال الجانب الحكومي بأن عددا كبيرا من هؤلاء، من أصحاب هؤلاء الأسماء، قتلوا في المعارك، وبالتالي تعمد الحوثيين وضعهم في هذه القوائم إنما هو من أجل عرقلة تنفيذ الاتفاق بإطلاق أسرى أو بإطلاق معتقلين سياسيين لدى الحوثيين، بعضهم نص عليهم القرار الدولي 22/16. ومنهم محمد قحطان القيادي في حزب الإصلاح اليمني، ومنهم ناصر هادي شقيق رئيس الجمهورية، ومنهم كذلك وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، ومنهم أيضا فيصل رجب. هذه الأسماء الأربعة ذكرها قرار مجلس الأمن الدولي وبالنص وبالاسم من أجل إطلاق سراحهم. إذن ما تتحدث عنه سيد محمد، عفوا المقاطعة، هو الذي قيل بأنه سيتسبب بحدوث أزمة في المستقبل القريب بحسب المراقبين، يعني هذه القوائم التي سلمتها ميليشيا الحوثي، هل ما تتحدث عنه بالضبط ما روج بأنه سيتسبب بأزمة قريبا؟ يعني هذا صحيح، لأنه يعني الحوثيون يبحثون عن معاذير من أجل التملص من ستوكهولم. يعني إذا كان أخي الكريم يعني في الحديدة ينص الاتفاق على أن تسلم الحديدة على أن تنسحب القوات الحكومية وغير الحكومية الميليشيات، وقاموا ألبسوا عناصر الميليشيا بلباس خطر السواحل اليمني والأمن اليمني، وقالوا نحن وفينا بالتزاماتنا في ستوكهولم وسلمنا المدينة للأمن ولخطر السواحل. يعني ميليشيات تتعامل بهذه العقلية رغم أن الأمم المتحدة قالت في ذات اليوم الذي زعموا أنهم سلموا الحديدة، قالوا بأن عملية التسليم لم تتم، وقالوا أيضا بأن أي عملية للتسلم والتسليم يجب أن يكون لها شرطان أساسيان. الشرط الأول موافقة الطرفين ومفادقة الطرفين الحكومي والميليشيا والانقلابي، والشرط الآخر موافقة الأمم المتحدة، أو هي التي تقول، اللجنة المكلفة هي التي تقول بأن الشروط استوفيت أم لا، وليس طرفا واحدا كالحوثيين. وبالتالي الحوثيون عندما يضعون كما يقال العقد في المناشير إنما يريدون إفشال الاتفاق. وبالأمس
طبعا عرقلوا المراقب الدولي باتريك كامرز الذي كان في طريقه لزيارة للقاء الوفد الحكومي أو اللجنة الحكومية خارج الحديدة، وأطلقوا النار على موكبه. ويعني إذن لم تتفاوض يعني وسائل الإعلام بأنه غير مرغوب فيه، وبالتالي هم يمهدون من أجل استبداله بمستشار أو بمراقب أممي آخر. نعم، يعني ما دامت هذه الميليشيا تنتهج نهج الإفساد، أي حل سياسي؟ لماذا تتعاون معها الحكومة الشرعية على الرغم من الانتصارات التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة؟ لماذا تتفاوض معها وتجلس معها؟ هل هي مرغمة يعني إجبار المجتمع الدولي لها؟ يا عزيزي، هذا السؤال كان يفترض أن يوجه المسؤول الحكومي. الحكومة اليمنية والجيش كان يفصله عن ميناء الحديدة مسافة بسيطة. وصل الأمر أن صور عناصر من الجيش اليمني ميناء الحديدة بكاميرا شخصية لهذه بالموبايلات، صوروه يرونه رأي العين، وبالتالي لم يعد أمام الحوثيين حينها إلا المنفذ الشمالي في الحديدة. طيب، لكن بالطبع الضغوط الدولية على التحالف والضغوط على الحكومة هي التي أوقفت معركة الحديدة، وهذا معروف، وألزمت الآخرين بالذهاب إلى ستوكهولم. لكن في الواقع أن طول فترة الحرب وأن استغلال الوضع الثاني في البلاد وأن العزف على مظلومية اليمنيين من العدوان السعودي العربي كما يصدره وسائل إعلام الحوثيين مدعومة بالآلة الإعلامية الإيرانية، كل ذلك لقي الأثر الشديد صدى دوليا كبيرا. متناسيا أن المجتمع الدولي أن الأزمة هي في الأصل والمشكلة مشكلة يمنية. يعني نحن في اليمن عانينا وواجهنا الحوثيين قبل أن يتدخل التحالف العربي بستة أشهر، وهم الذين استدعوا هذا التدخل الإقليمي. هم لأننا كنا اتفقنا على كل شيء في مؤتمر الحوار الوطني. تفاصيل التفاصيل، حكى النظام السياسي، الدولة، الأقاليم، الأطراف، المركز، السلطة، الثروة، كل ذلك متفق عليه، لولا أنهم انقلبوا في 2014 في سبتمبر وقلبوا الطاولة على الجميع، وبالتالي استدعوا كل هذه الحرب وكل هذا التدخل الإقليمي والدولي. شكرا جزيلا لك من لندن، الكاتب والباحث السياسي سيد محمد جويح.